أستاذ مايكل إبراهيم الذي لامس قلوبنا بعزفه. الآن فقراتنا سيكون نبدأ مع الأوبن مايك. سيكون الضيف الأول هو دكتورنا السفير الدكتور علي عجمي، فنستقبله بقصيدة شعرية في محور اللغة العربية. يسعد مساكم بالأول. قبل ما أقول أي شيء بس بدي أدعيكم على بكرة، في عنا حفل توقيع. لوين رحلت؟ لوين رحلت؟ ما يكلم بكرة في عنا، مش بحاجة. بكرة في عنا حفل توقيع كتاب لشاعرنا وخينا الأستاذ كامل بزة بنادي بنت جبال الساعة 6:30 عشية. الكتاب بعنوان أقلام مهجرية، بس أنا ما لقيتش اسمي بيناته، ما بعرف ايش يعني. فبنتمنى حضوركم. أول شيء بدي أتشكر حضوركم جميعا، خاصة أستاذنا بروفيسور. في إشكاليات حول موضوع اللغة لا تحصر. يعني امبارح كنت أنا وأستاذي أستاذ تحسين بس كنا عم نحكي على موضوع إنه بالإنجليزي بتقول بوي بويز، تجمع بوي بويز، جيرل جيرل، مش هيك كنا عم نحكي؟ تعال اجمع لي باللغة العربية. هل هناك من إمكانية ما لتيسير الأمر، لتسهيل الأمر، لجعلها أكثر يعني قربا من الناس؟ هذه زاوية. زاوية ثانية، تفضلت أنت أستاذنا وطرحت مسألة أنا برأيي خطيرة، أنه إذا كان الكفر في القديم هو الزرع وجاء الإسلام وجعلها كل من يمرق عن الدين، بعدين تفضلت وقلت أنه قد يحق لأي شخص أن يستخدم أن يصطلح لهذا أي معنى يشاء بس يتصل باللغة، ولكن أين تصبح اللغة؟ أين الضوابط؟ إذا فتحنا الباب على مصراعيه إلى أين نذهب؟ ما بعرف. أنا لا أوافق كثيرا على هذا الرأي، أجد أنه لا بد من وجود ضوابط. يا خيي لغتنا العربية أصعب اللغات على الإطلاق، ولكنها الأجمل على الإطلاق. أنا متعصب لهذه اللغة حتى الثمالة، وهذا وأنت معي كمان. وهذه القصيدة أنا قلتها خصوصي بس مشان محاضرتك. القصيدة عنوانها لغتنا الجميل. كل اللغات جميلة، كل اللغات جميلة، لكنها تبقى الأميرة حين تزهو الأنجم. كل اللغات جميلة لكنها تبقى الأميرة حين تزهو الأنجم. خير الكلام كلامها، خير الصفات صفاتها، ومرادها لا يهزم. عربية تختال سحرا كلما نطقت بها شفتاك يختال الدم. عربية تختال سحرا كلما نطقت بها شفتاك يختال الدم. إشراقة الصبح الجميل صباحها، ومساؤها عبق وريح بلسم. تتمايل الكلمات تحت جناحها مثل الغصون هنيئة، تتنعم. ما المجد إلا من هدير حروفها. ما بفتكر باللغة العربية أي لغة تانية
في هذه العظمة باللفظ بالمفردات مثل اللغة العربية؟ ما لا أعتقد. ما المجد إلا من هدير حروفها وبفيئها يصبو الفؤاد ويحلم بنت الأكارم ما خبت نار لها فترى لظاها شعلة تتضرم إن عدت الأسماء كانت في الذرة إن عدت الأسماء كانت في الذرة مجلوة كعروسة تتبسم وبها رياحين البلاغة أطرحت وبوهجها نور الحضارة أعظم. هذه بتشوف ما بعرف نحن لوين رايحين. كنت عم بحكي أنا وخينا زهير ذيك اليوم عن الجالي، إلى أين نحن نذهب؟ هلا بعد في يمكن أنا وأنت بنحكي شوية عربي، أولادنا بيحكوا شوية عربي، بس أحفادنا شو؟ إلى أين نحن نذهب؟ لو يعلموا مضاد خروا سجدا لكماله، لو يعلموا مضاد خروا سجدا لكمالها وتنافسوا وتعلموا. هي مجدنا، هي عزنا، هي تاجنا، وإلى حماها نستجير ونسلم. هي بيتنا الأبدي، رمز بقائنا، فإذا نسيناها نتوه ونعدم. كل اللغات كريمة، كل اللغات كريمة، لكنها إن فاخر التاريخ فهي الأكرم، إن فاخر التاريخ فهي الأكرم. السلام عليكم. راح أكون سريع بالتقديم. الآن